توفي 21 سبتمبر 2021 وزير الدفاع المصري السابق المشير محمد حسين طنطاوي عن عمر ناهز 85 سنة. الله يرحمه. وهنشوف بقى اللقاء العاصف بينه وبين الرئيس السابق محمد حسني مبارك. المفاجأة ألجمت محبي ومؤيدي الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك من طلب المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق بالسماح له بزيارة مبارك في مستشفى المعادي العسكري. بدأ الطلب بجس نبض من زوجة طنطاوي للسيدة سوزان مبارك عن رغبة المشير زيارة الرئيس الأسبق في المستشفى، نظرا للعلاقة القوية التي تربط السيدتين منذ سنوات طويلة ومستمرة حتى الآن، وأبلغتها بأن المشير قرر تأدية فريضة الحج ويريد أن يزور الرئيس قبل توجهه للسعودية. وبعد عرض الأمر وتباحث الأسرة وافق مبارك. ذهب المشير محمد حسين طنطاوي لمستشفى المعادي العسكري وسط سياج حديدي من السرية وترتيبات أمنية عالية، وتم منع تحرك المرضى في الطابق الموجود فيه مبارك، ومنع كل المقربين من الطرفين من التطرق إلى الزيارة من بعيد أو قريب، منعا للشائعات وتسييس الزيارة. ورغم ذلك فإن اليوم السابع استطاعت أن تحصل على تفاصيل الزيارة ونص الحوار. لقاء السحاب، هكذا وصفه المقربون من الطرفين. فجبل الجليد الذي جمد العلاقة بين مبارك وطنطاوي منذ 25 يناير 2011 تضخم وزاد عندما رفع المجلس العسكري برئاسة المشير ونائبه عنان يد الحماية عن مبارك وأسرته وتقديمهم للمحاكمة ووضعه وابنيه علاء وجمال في قفص واحد، وهو ما اعتبره مبارك خنجرا سامة في عموده الفكري. لذلك كان اللقاء مؤثرا، سيطرت عليه عبارات ونظرات العتاب واللوم الشديد من مبارك لوزير دفاعه الأسبق. ورغم بداية اللقاء الذي غلب عليه المشهد التمثيلي الواضح وأجمع عليه كل من حضر اللقاء، فإنه بدأ بعبارات الترحيب التي بدأها مبارك عندما قال: إزيك يا طنطاوي، أخبار صحتك؟ واضح عليك كبر السن، أنت مش بتاكل كويس ولا إيه؟ وهو ما ابتسم له المشير ولم يرد إلا بعبارة: الحمد لله، طمنا على صحتك أنت يا ريس. قال مبارك لطنطاوي: إيه أخبار القوات المسلحة دلوقتي والتهديدات حواليها من كل حتة؟ وأجابه طنطاوي بأن الجيش قوي ومتماسك رغم التهديدات الداخلية والخارجية. وسرعان ما انتقل الحوار للعتاب الشديد واللوم الأشد عندما قال مبارك نصا لطنطاوي: الحمد لله إن ربنا أنقذ البلد دي من شلة التعابين اللي سكتوا عليهم لغاية ما انقضوا على الحكم وهرسوكم، وأنا لما شفتك أنت وعنان قاعدين مع الإخوان استغربت، رغم إن دول تعابين سامة، لكن واضح إنكم طمعتوا في السلطة وحبيتوا تضحكوا عليهم فضحكوا على البلد كلها، لكن الحمد لله الشعب كشفهم بسرعة. ورغم تحفز المحيطين من الأسرتين وأصدقاء الطرفين الذين حضروا اللقاء لتلطيف الأجواء بالتدخل والانتقال سريعا من الكمائن التي يمكن لمبارك أن يدبرها لضيفه، ويمكن لها أن تفجر الأجواء في حالة استخراجه من مخزون الغضب والسخط والصدمة من طنطاوي الكثير واتهامه له بأنه سمح بالتنكيل به وبأسرته ظلما وبهتانا وتخليه عنه وإلقائه وبأبنائه خلف القضبان، فإن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث انفجر مبارك غضبا في وجه طنطاوي عندما قال له نصا: على فكرة أنا مش زعلان إنك قلبت عليا، أنا زعلان إنك قدمتني للمحاكمة وإنت متأكد إني بريء، وزعلان قوي إنكوا ظلمتوا ولادي، وإنت عارف كويس إن علاء كان بعيد عن كل حاجة وحطيتهم معايا في القفص وحبيتوا تعيدوا معايا مشهد صدام حسين وهو بيتحاكم أمام شعبه. ظهر الوجوم الشديد المغلف بالصدمة على وجه المشير طنطاوي قبل أن يعاجله مبارك ويوجه له لكمات اللوم والعتاب الشديدين قائلا: ما يهمنيش أنا أتحاكم أو حتى أموت، أنا عشت كتير عمري 87 سنة، لكن ولادي ذنبهم إيه؟ ليه تنتقموا منهم بالشكل ده مع إنهم مظلومين؟ ضيعتوا منهم أجمل 4 سنين من عمرهم وحرمتوهم من ولادهم وزوجاتهم، عاجبك إن جمال كمل عمره الـ50 وهو موجود في السجن ومحروم من بنته، وعلاء عمره ما كان له دعوة بالسياسة ولا بالحكم وكان كاره السلطة وكره حتى الفلوس بعد ما المرحوم ابنه اتوفى. المشير طنطاوي حاول جاهدا أن يقاطع مبارك ليرد مبررا موقفه، إلا أن الرئيس الأسبق كان غاضبا وساخطا واستمر
في توجيه اللوم الشديد لطنطاوي قائلا: أنا تخليت على الحكم برغبتي، وأنت وعنان وباقي أعضاء المجلس العسكري فوجئتوا بالقرار، وما كنتوش متوقعين أن أتخلى برغبتي وكامل إرادتي عن الحكم، لكن أنا إيمانا مني كرجل عسكري أفنى عمره في خدمة بلده كان علي أن أحافظ على دماء المصريين ولا أكون سببا في أن تسيل نقطة دم واحدة من أي مواطن بسببي. وكمان أنا مؤمن بسلامة موقفي، عشان كده أخذت قرار التخلي عن الحكم. طنطاوي رد بشكل مقتضب وقال: إحنا كنا في ظروف صعبة جدا، والإخوان كانوا بيلعبوا بالشارع، والشباب اللي في الميدان مصدقينهم وقادرين يحركوهم زي ما هم عايزين، والوضع كله مشوش ومش مفهوم، وسيطروا على الإعلام، والضغوط كانت أكبر من تصوراتنا وخيالنا، سواء كانت من الداخل أو الخارج، وكنا خايفين على البلد من مصير دول تانية ولازم نعبر بيها لبر الأمان. الرئيس الأسبق قاطع طنطاوي غاضبا: أنتم كنتم خايفين ومش عارفين تتعاملوا مع الوضع كله، سواء في الداخل أو في الخارج، وأنا سلمت لكم السلطة بالمخالفة للدستور، وكنت واثق من أن القوات المسلحة ستحافظ على البلد وتقدر تسيطر على الفوضى. وأول ما استلمتم السلطة انقلبتوا عليا وأذيتوني وحاولتوا تطمسوا تاريخي، وزي ما قلت مش مهم أنا، لكن ولادي ذنبهم إيه؟ تضيعوهم وتبهدلوهم ظلما وبهتانا. طنطاوي كانت كل إجاباته وتبريراته بأن الظروف كانت غاية في الصعوبة، والموج عالي، والضغوط أكبر من طاقتنا وقدراتنا، وأمريكا مارست كل الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية، وإحنا كان هدفنا الحفاظ على تماسك الجيش اللي حاول الكثيرون اللعب وتدمير معنوياته وتشويه قادته بالشائعات في الإعلام والإنترنت. والإعلام لعب دور كبير في تفجير وشحن الشارع ضد الجيش، وفوجئنا ولأول مرة في تاريخنا بمظاهرات نظمها الإخوان، وبعض الحركات التي تدعي الثورية تهتف: يسقط يسقط حكم العسكر، وهو ما أدى إلى جرح عميق في نفوس ولادنا في الجيش، وكنا لازم نقف ضد كل هذا الموج العاتي والمدمر ونحافظ على الروح المعنوية للجنود والضباط، وصف الضباط عالية ولا ينال منها أحد، مع استمرار حملة الإهانات الكبيرة والممنهجة لتشويه صورة العسكرية المصرية. إجابات طنطاوي لم تعجب أو تقنع الرئيس الأسبق الذي اتضح أنه ملم بكل كبيرة وصغيرة، ولديه معلومات وتفاصيل كثيرة عن الأحداث وتواترها، وكان يعلم أن زيارة المشير له في المستشفى هي بمثابة اعتذار صريح له ولأسرته، وندم مما حدث لهم طوال السنوات الأربع الماضية، خاصة من خلال شهادة طنطاوي أمام المحكمة التي قد نفى فيها أن الرئيس الأسبق قد أعطى أوامره بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، لذلك كان مبارك ساخطا من طنطاوي ونائبه سامي عنان. مبارك سأل طنطاوي: أنتم مارستوا الضغط عليا وطلبتوا مني السفر أنا وأسرتي لأي مكان، وأنا كنت واثق من سلامة موقفي فرفضت وذهبت إلى شرم الشيخ، ليه طلبتوا من قوات خفر السواحل بمراقبة محل إقامتي؟ كنتوا خايفين إني أعرض؟ إذا كنتم أنتم طلبتوا مني السفر ومارستوا ضغوطا عليا لمغادرة البلاد وأنا رفضت، فكيف أقرر الهرب؟ طنطاوي أجاب بأن المجلس العسكري ليس له أي علاقة بتحريك القضايا ضده، فعاجله الرئيس الأسبق بسؤال آخر: مين بقى إذا وراء تحريك هذه القضايا الوهمية؟ وكان الرد المشير بأن النائب العام السابق عبد المجيد محمود هو اللي حرك القضايا، وأصدر قرارا بفتح باب التحقيق في البلاغات المقدمة ضد مبارك. مبارك أكد لطنطاوي احترامه للقضاء، وأنه طوال فترة حكمه لم يسيء للسلطة القضائية، وكان يعتصره الألم مما تعرض له القضاء في عهد الإخوان ومحاولة التنكيل بهم وتشويه صورتهم، مشيرا إلى أن تاريخ الإخوان الطويل قائم على كراهية مؤسسات الدولة، وفي القلب منها المؤسسة العسكرية والقضاء، وأنهم يحملون كراهية متجذرة للمؤسستين، لأن المؤسستين وقفتا ضد كل مخططاتهم الإرهابية ومحاولات السرقة والاستيلاء على الحكم، فهم لا يهمهم إلا السلطة فقط دون الوضع في الاعتبار المصلحة العليا للبلاد. وده اللي نشرته اليوم السابع: أنا مش زعلان إنك انقلبت عليا، أنا زعلان إنك قدمتني للمحاكمة وأنت متأكد إني بريء. هنشوف دلوقتي ما جاش ليه يا مصر. لوحظ خلال جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تغيب المشير محمد حسين طنطاوي وزير دفاع حكومة مبارك في الفترة من 2 مايو
1991 حتى أغسطس 2012، والقائد العام للقوات المسلحة طيلة تلك الفترة، خاصة أنه من اللافت للنظر أن الجنازة خرجت من المسجد الذي يحمل اسمه المشير طنطاوي. وتساءل العديد عن تغيب المشير طنطاوي عن العزاء، إلا أن مصادر مقربة من المشير طنطاوي رجحت أن يكون سبب عدم الحضور هو الحالة الصحية للمشير حسين طنطاوي. ربنا